السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد، وكيف العادة عن جديد الموضة جديد تقليدي المغربي، فمرحبا بكم. هنا جبت لكم قنيطرات هكذا يا اخر ما كاين في القندورة المغربية، غزالين، واخر ما كاين في القفطان هكذا يا براندة بجوهرة. الوقت اللي نزلت هكذا تصاور جداد على هاد تصاور جداد هكايا على القفاطن او القنيدرات، راني كنصايب لكم فيديو عليها باش بحال هكا تتعرفوا على الجديد، وان شاء الله انتظروني في مزيد من الفيديوهات ان شاء الله باذن الله. تحت طلبكم بطبيعه الحال طلبتوني على جلابه هكذا في اللون الازرق واللون الاورانج واللون الاصفر، انتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي. غادي ندير لكم هكذايا فيديو عن جلابه باللون الاورانج الاصفر واللون الازرق الملكي، فانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جايه، وما تنساوش لي فيديو من لايك واشتراك بالقناه باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على الاشتراكات، شكرا على اللايكات، شكرا بزاف بزاف بزاف. والبنات اللي كينساو اللايك كنقول لكم ما تبقاوش تنساو اللايك، لايك والفيديو. والله العظيم البنات راه هكذايا راه كن باش نجمع هاد الصور هكايا وباش نصايب لكم فيديو، راه ما نقولش لكم على واحد الارهاق وواحد المجهود، خصوصا هكا بعض المرات كنزومي على التصويره، بعض المرات كنحيد الوجوه، ما كنبينش الوجوه ديال هكذايا الناس اللي لابسين هكذايا هاد القنادر. بزاف الحوايج كنديرهم في المونتاج وكذلك باش نلقى التصاور راه كنقلب بزاف وبزاف وبزاف. الحمد لله كل شيء هون، كل شيء هون ان شاء الله باذن الله. نتمنى غير الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، والقناه كذلك تكون مفيده لكم وكتضيف لكم هكذا يا شي حاجه، هذا هو المهم. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا فراشه بتوب جوهره كتحمق البنات، غزاله 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 هكذايا بالصم وبالعقيدات في الجنيبات، وكذلك قفطنات هكايا بقفطان هذا بالستان امبريمي بالطريزات في الطوق وبالعقيدات في الطوق، وهكذايا طريسنات هبطو بطريسنات، كذلك فراشه هكذايا بمنبته بالعقيق وبسفيفه وبعقيدات هكذايا في الطوق، موديلات اللي هي غزاله غزاله غزاله. وهاد الموديل خارج ودارج بزاف هاد العام، هاد الموديل هذا هكذايا بالطريزات توب الكريب على ما اظن، هكذايا مخيط بالطريزات وبالسميطه هكايا خفيفه بحال ديال التكشيطه ولكن خفيفه، كذلك دارجين بزاف هكذايا المجاد اللي كانوا كيلبسوا الوالدين ديالنا هكايا مع القفطان، وكانوا كيلبسوا هكذايا مع التكاشط، ولاو على مود هاد العام المجدول هكايا مع التكشيطه اولا مع الجلابه اولا مع هكذايا القنادر، كيجي غزال ما شاء الله ما شاء الله. هنايا كذلك قفطان الجوهره بالنسبه للعريسات اللي كيوجدوا هكذايا على اللي كيوجدوا الدهاز ديالهم الله يكمل عليهم بالخير، قفطان ديال جوهره خفاف كيحمقوا البنات كيتلبسوا هكايا في مناسبات خفيفه، ويتلبسوا هكايا الصباح العروسه، وكيتلبسوا بزاف ديال المناسبات. بزاف منكم عجبوه الفيديو السابق اللي درت خاص هكذا على توب جوهره جلابه وقفطان واتواب كذلك، اللي مازال ما شافوش معلي الا يدخل القناه غيلقى هكذايا كاع لي فيديو اللي حطيت في القناه، لا عن جديد جلابه المغربيه ولا عن جديد جلابه بالقفطان، عن جديد كذلك القنادر، جديد هكذايا توب جوهره وشنو اللي جديد فيه. جبت لكم موديلات غزاله كتحمق بالطرز الرباطي، خفيفه زوينه هكذايا للدار، تشهيها واخا تاخدي غير توب جوهره هكذايا رخيص، وتصايبيها هكذايا للدار خفيف وزوينه البنات لهاد الصيف توب جوهره. نتمنى ان شاء الله انه هكذا ينالوا الرضا ديالكم وينالوا الاعجاب ديالكم، اللي مازال ما شافهمش يدخل يضرب هكذايا طليل عليهم. هادو كلهم قفاطن، هادو عزلتهم لكم هنايا، غتلقاو في هاد اخر هاد الفيديو غتلقاو كذلك قنيدرات غزالين غزالين. اللي ما عجبوش هادو ديال الاول ديال الفيديو يقدر يدوز الفيديو للاخر، في قنادر كذلك حتى هي زوينه وكتحمق، هاد المره ما رتبش الصور هادي واش احسن من هادي وهادي واش احسن من هادي نظرا لضيق الوقت. نتمنى ان شاء الله انهم يعجبكم، نتمنى ان شاء الله
انكم تاخذوا منهم افكار لهكذا يا العيد اللي باغا توجد كندوره هكذا يا العيد او الجلابه. غنقول لكم شكرا بزاف بزاف، غنخليكم هنا ما نكترش عليكم في الهضره، نقول لكم شكرا 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 بزاف بزاف على اللايكات على الاشتراكات على الدعم ديالكم على لي كومونتير الزوينه ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. والله يخطيكم بالنسبه لبيع جلابه اللي بغات وانتريسي باغا تشري جلابه، رانا درت لكم جروب هكذايا في الواتساب كتواصلوا فيه مع المصممه، كنعطيكم فيه الاثمنه وكنعطيكم هكذايا كنلوحوا لكم لي موديل هكذايا بالاثمنه. نتمنى ان شاء الله ان الجروب يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي مازال ما دخلاتش الجروب باغا تدخلوا انتريسي انها تشري جلابه ما عليها الا تدخل المنتدى غتلقى فيه الرابط ديال الجروب، وغتلقاه هكذايا في القناه في التعليق مثبت، وغتلقاه في هكذايا في صندوق الوصف في هذا الفيديو، غنخليكم الرابط ديال الجروب ديال الواتساب اللي درنا خاص ببيع جلابه، وما شاء الله كانوا لي كوموند بزاف 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 ما شاء الله تبارك الرحمن، وان شاء الله يكون الخير من هنا لقدام. هادشي باش تشغلت هاد الايام، تشغلت بزاف 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 غير بالاجوبه هكذايا في الجروب والاجوبه في الخاص هكذايا، الناس البنات تبارك الله ما شاء الله عليهم كيسولوا هكايا على الاثمنه، وكيسولوا على النوع ديال الثوب، كيسولوا على الطرزه واش بسيركوموند واش ماشي سيركوموند، مهم اللي هي راه موجوده اللي موجوده في جلالب راه كان كتصيفطها لكم ديريكت هكذايا، واللي موجوداش راه كديروا هكذايا كوموند وكتعطيوها كاع القياسات ديالكم. مهم خياطه تبارك الله عليها او ستيليست ديالنا تبارك الله عليها كتطبق جميع لي موديل، اي موديل بغيتيه كتطبقو الا لي موديل هكايا اللي كيكونوا التوابات ديالهم قلالين في السوق هما اللي ما كتطبقش. نتمنى ان شاء الله انها ترضيكم، وان جلالب اللي غيوصلكم ان شاء الله يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم ان شاء الله باذن الله. اللي خدات جلابه وعجبوها جلالبات تخليها هكذايا في لي كومونتير، ومرحبا بكم ومرحبا بكاع البنات، كنعتذروا على اللي ما تنجاوبوش هكايا دغيا لان كثرت الضغط في المكالمات وكثرت هكذايا الاجوبه في الخاص والاجوبه في الجروب، فكنعتذروا. الجروب راه كيبقى مفتوح النهار كامل تقريبا حتى هكذايا لديك العشرة الليل، وكنسدوه باش بحال هكا كنرتاحو حتى حنايا شويه، والغدي ثاني في الصباح راه حنا كنحلوه. مرحبا بكم البنات، مرحبا بالاراء ديالكم، مرحبا بكل شيء. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف.